التعسفي، هذا الإضراب الذي يستمر ويتواصل في داخل بذوي الأسرى المضربين عن الطعام، والبداية ستكون مع والدة الأسير دلال الكايد في هذا الاعتصام في خيمة التضامن مع الأسرى. أنا بصير خطة بشكل هلو وضع الأسير بلال كايد. تم رفض الاستئناف الذي قدم من قبل مؤسسة الضمير. وضعه الآن خطير جدا، سيتم غدا التوجه للمحكمة العليا، ونأمل بالفعل بأن تكون هذه الخطوة بالإضافة إلى حالة التضامن الشعبي تؤدي بالفعل إلى إطلاق سراحه. لا زال بلال تحت الرقابة المشددة، هناك أجهزة تمصط موضوعة في غرفته في المستشفى، إسوارة في القدم الهدف منها إحداث إزعاج حينما يتحرك عند كل حركة. طبعاً 24 ساعة متواجد سجانين في داخل غرفة المستشفى. مطلب بلال المحدد بأنه يريد أن يعود إلى السجن. يبدو أن وضع السجن بالنسبة له في ظل هذه الظروف أفضل من وضعه في المستشفى. العدد الإجمالي للمدربين الذين أدربوا على دفعات حتى اليوم هم 100 أسير. فرضت عقوبات على الأسرى تمثلت بتحديد الكانتين ب 600 شيكل وبغرامات مالية تفرض على الأسرى. تم سحب الأجهزة الكهربائية. المرحلة الثالثة ستكون هي الإضراب الكامل. الإضراب الكامل لعدد كبير من الأسرى، لجميع رفاق بلال وإخوته طبعا. سيكون إما اليوم أو غد، نحن بانتظار الموعد النهائي، لكن سيكون إضراب مفتوح كامل.